تواصل المستشفيات الحكومية تطبيقها لكافة إجراءات السلامة منعاً لانتقال فيروس كورونا وللكشف عن الحالات المشتبه بها. مراسل ATV العدالة موفق العرقان توجه إلى مستشفى الجهراء للاطلاع على مدى استعدادها لاستقبال حالات الاشتباه أو الإصابة. درهم وقاية خير من قنطار علاج، كلمات سهلة القول لكنها تحتاج إلى من يتدبرها. لذلك تحرك فريق ATV شمالا إلى مستشفى الجهراء لرؤية التدابير المتخذة من قبل كوادرها، مواكبة لتوصيات وزارة الصحة والصحة العالمية بالنسبة لعملنا ترياج لأي شخص يدخل المستشفى، أن نشيك حرارته بالنسبة للموظفين والمراجعين والزوار، لكشف عن أي حالة يعني تدخل المستشفى فيها حرارة. ده أول خطوة في باب الحوادث في المستشفى. في نقطة هنا عملناها جديدة استحدثناها عشان نشوف حرارة أي حد داخل المستشفى أيا كان، فلو في حرارة مرتفعة أو في احتمال سفر حسب الهيستوري حسب التاريخ المرضي يعني، بنوديه غرفة الفحص، غرفة معينة، غرفة اسمها غرفة الترياج، دي خاصة بالناس اللي هم جايين من سفر بخلال 14 يوم من أي حتة من العالم. الجميع يدرك أن تطبيق التعليمات والأخذ بكل الإجراءات الاحترازية مهماً للتخلص من شبهات نقل الفيروس. والله أول ما تدخل من عند الإميرجنسي اللي هو الطوارئ تلقى الفحص بالبداية أمامك متوفر، وجميع الفحوصات اللي في الإميرجنسي متوفرة، وجميع المتطلبات الطبية متوفرة في الوقت الذي ينتشر به هذا الفيروس حول أنحاء العالم. تسعى دولة الكويت إلى محاربته والحد من انتشاره ووأده في مهده، خصوصا أن هذا الفيروس أثر على طبيعة الحياة في دولة الكويت. كنت أنا معكم موفق العرقان، قناة الـ ATV، مستشفى الجهراء.